تخفيض الدينار العراقي، انا تكلمت بسنه 2018 قلت ان العراق يجب او سوف ينهار الدينار العراقي الى مستويات متردية. حاليا وصل ل 1470 ولن يقف هنا تاريخ، يا ليته يقف هنا. كثير من سمعت من زملائي ومن ضيوفك الكرام وقالوا ان ممكن العراق، ممكن البرلمان يغير سعر الصرف. هذا طبعا مو صحيح. احنا ما عندنا علاقه بسعر الصرف، سعر الصرف هو لاغراض الاحتساب. وان اردت بالمفهوم الاقتصادي، سعر الصرف العراقي مبالغ فيه جدا، لان انت حاليا تنتج لا شيء ودينارك ثابت على مدى هاي السنين كلها، واي تضخم ما عندك. بالتالي وصلنا مرحله حتى اشرحها للمواطن، عندنا هالقد مي شلون تشرب مليون واحد هذا الماء؟ ما يكفي، هذه الزجاجه لا تكفي حتى اشربهم. اذا اقلل حصه الجميع، خفف الدينار، خففنا الدينار حتى يكفي، حتى يكفي رواتبنا اللي ما لها حل. رواتبنا هي اكبر من ميزانيات دول الجوار تقريبا كلها مجتمعه، خصوصا ايران تحت الحصار. فهذا هاي مسخره، هذا مو صحيح. هذا طبعا حاليا سعر الدينار العراقي الحالي اذى طبقات، وراح يؤذي طبقات اخرى، وراح يستمر انهيار الدينار العراقي اذا ما وجدنا حلول اقتصاديه. الحلول الاقتصاديه مو معناها ارفع سعر النفط ونزل سعر النفط. سعر النفط ليس بتحكم العراق.